خلينا نروح لسكه اللعيب شادي محمد. اللعيب تقر وتعترف انه كان دايما في نوع من انواع الغيره بينك وبين وائل جمعه؟ لا خالص خالص مفيش الكلام ده خالص. بص يا كابتن, اللي عاشر شادي في توقيته وهو بيلعب يمكن انا قبلهم كلهم في قصه لما بقعد, ومع اني قعدت قليل كنت بروح بجد, مش اللي هي الاول وتتمنى حاجه, مش كلها, مفيش الكلام ده خالص. ومش غيره خالص, بالعكس لو في غيره ومفيش حب ما كناش حققنا الانجازات دي كلها. ده التنافس طبيعي, التنافس يعني طبيعي. بالعكس انا كان ليا حاجه قبل كل ماتش لازم ينادوني هو ابو تريكه في الغرفه, كنت بعمل حاجه كده لابو تريكه وائل لما الدنيا تقفل معاه كنت اعمل له العروسه والله العظيم. ده من باب الهزار. طبعا الناس فكر اعمال ابو تريكه هيقبل بالكلام. لا يجي يقول لي ايه, بقول لك ايه ده محسود بقاله مده العروسه الورق دي ارسم له عروسه جدتي كانت زمان فاقول له عايزين جون بقى يا تيكا كده كتير قوي فكها بقى مين واقف لك بهزار يعني. فلا ده حاجه بنعملها على سبيل الهزار يعني. ولكن بستغرب اللي يجيبوا سيره في الاول في الاخر كابتن. معلش انا عايز اقول حاجه مش بكررها كتير في الحوار, معلش الواحد تعب جدا عشان يبقى كابتن نادي الاهلي. كابتن دي عارف اسمك مع مين. وانت وائل ما اتخانقتوش على صفحات السوشيال ميديا شويه؟ لا خالص في ناس بتدخل بتقعد تعمل من وائل دلوقتي. طبعا بنتكلم على فترات بس ما فيش حاجه خالص. بالعكس يا كابتن, انا وائل كان في ناس واول مره بقى اعترف بالكلام ده كانوا مقربين جدا, وانا كنت بعمل برنامج والبرنامج كان في اعلى وقت لي من وجهه نظري, وكنا بنعمل حالات حلوه وننزل الشارع ونتجاوب مع الناس بعيد بقى عن التعصب والكلام ده خالص. ودي اكتر حاجه احزنتني, اللي انا قعدت كنت مالي في حاجه بحبها, مش مالي في قبض مستني اول الشهر والكلام. مش عيب القبض كمان. ده مهم جدا تشتغل عشان يبقى تعرف تشوف التزاماتك. لكن عارف يا كابتن لما تعمل حاجه, كابتن احمد انا متذكر حلقات كل الناس بالتواريخ وبالثانيه. يعني مثلا ليك حلقه انت قلت فيها ايه؟ قلت فيها الواحد بيجي يدخل, انا بقالي مش عارف كام سنه في الاعلام, بيجي ادخل مكان جديد بحس ان انا في رهبه طبعًا. وفي مش طبعًا. عارف ايه طبعًا. لما بتقعد ما اقدرش اقعد, وبتقول كده فاهم. فده حضرتك هتفهم اللي انا بقوله اكتر حد, اللي هو ايه, القعده من حاجه بتحبها وحاجه انت مؤمن بيها بتوصل بيها رساله ولسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم, بتضايق بعد ما بتمشي مشوار. فقصه برضو وائل سريعا, وائل ليه تاريخ كبير جدا طبعًا. وزميل اعتز بيه وما بيننا حاجات كتير جدا, بس ما بحبش حد. فما كنت بشتغل في البرنامج انا رحت لوائل المكتب قلت له مهم جدا الاعلام, لو في اي حد وفي ناس بتحاربك وانا بحكم العشره بقول لك الكلام ده ما ينفعش اقوله فمحتاج اي حاجه كمدير كوره للنادي الاهلي, اي حد يتجاوز برنامج موجود وادي ارقام. سجل معاك فريلة. طلع معاك ولا ما طلعش معاك؟ طلع معايا باين مره او كان بيعمل مداخلات على طول يعني. طيب عشان وقتنا ما